محمد. شغال ايه يا حاج محمود؟ شغال سواق العربية النجدة. بقالك قد ايه هنا شغال؟ 50 يوم. 50 يوم، روحت كم مرة؟ مرة ولظروف يعني. من فين انت اصلا؟ انا من المنيا. من المنيا؟ اه. شعورك ايه وانت بتشتغل في مشروع ضخم زي ده؟ والله بفضل الله يعني ربنا يعيننا عليه وان شاء الله باذن الله مفيش حد يجي قصادنا يعني. هيتلف موعد العيال السيد الرئيس السيسي. والله بامرك يا رب احنا قادرين على الصعب، قبل كده كمان من ايه؟ عاملين ايه في البرد ده؟ البرد ده يا رب مديني الصحة. شايفك لابس طاقية جامدة أوي. عشان يعني اديك شايف الجو. جو صح. تحيا مصر.